صرصور واد يا صرصور، انت يا واد انت جوم جوم فز. مين ست وجيدة؟ نعم. من سكاتك ده ومن غير ما حد يحس بيك تتدلى على البلد اللي جابلينا، هتلاقي هناك سنترال تشوف اي واحد يطلب لك النمره اللي في الورقه دي، ده فيها تليفون ولدي مناع. عايزاني اكلمه؟ طب اقول له ايه؟ تقول له كل اللي حصل هنا، وتقول له ان ابوه وعمه ناويين يقتلوا نسمه بكره الصبح، يا يلحقها يا ما يلحقهاش، وقول له ان امك هتحاول تعطلهم، يا ريت يبدر. والله ألف خسارة في الموت يا ست نسمة. يلا يلا بسرعة، ربنا يسهل لك طريقك وتوصل بسرعة. حاضر. اطمن يا ست وجيدة، في واحد من عائلة عبادي عنده عربية بيوصل بها الناس، أروح أخده من بيته عشان يوصلني بسرعة. يا رب سلم يا رب. حسان نمت يا أخو؟ أنا كنت عارف إن هلاقيك صاحي. وكيف يجي لك النوم بعد اللي حصل لنا ده؟ يا ما حذرتك اخوي من دخلت والد البنداري علينا بيتنا وخلطته على ولدك مناع من وهم صغار. كيف يا نادي؟ كيف احمل بنتي وحدها الذنب؟ ما دام الغلطه غلطتي من الاول. يعني ايه بدك تسامحها اياك؟ لا، ودي تاجي دي بدك الناس يقولوا يا كبير انك ترمخت على شرفك؟ احنا عنينا اتكسرت يا كبير، وما فيش اي حاجة ترد هبتنا دلوك الا قتل البت دي وغسل عارها. واحنا كنا فين لما فوتنا كل دي؟ مرتك وامها غفلوا عنها كيف؟ البت لما بتعشق بتستغفل أهلها حتى لو كانوا واقفين عليها زمهار. ليه؟ ليه يا بت يا حبيبتي تعملي فيها كده؟ بتفوتيني من أمرين كل واحد فيهم أمر من التاني، أكتب ويتحرق قلبي عليكي ولا سامحك وعيش معها هارك العمر كله؟ عارها يتغسل بدمها ودم اللي غواها. اسمع حسان، تعليق بقتل نسمة، وانا هقتل همام ولد الكلب ده حتى لو كان نايم في حضن عروسته. ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش يا ناجي، ما اقدرش اضرب قلب بنتي بالسكينه، ما اقدرش. عذرك عذرك اخوي، انا هتكفل بالاتنين، هقتل نسمه وهمام، وقسما بالله العظيم ما هيعيش بعدها يوم واحد. ليه يا بنت اختي ليه؟ ليه تفوتي روحك للشيطان وتخلي الخراب يحل علينا؟ كتاب الله ما طال مني حاجه. شافوك يا بنتي عند العين وانتي في حضنه. كتاب الله ما كنت في حضنه، كلهم كذابين، وكتاب الله يخلى كذابين. بس اللي يشوف بيشوف بعين الشيطان، والشيطان صور له. والله ابدا، ده الحاجة الوحيدة اللي مسها فيها كانت يدي، ساعتها قلبي كان هيكون. لكن عشقتي يا بنت حسان واستغفلتينا كله. بتحلل لنفسك يا عمي وتحرم علي؟ انت نفسك عشقت خالتي قبل ما تتجوزها وهي حكت لي. واه، هتقلبي عليا يا بنت وجيدة؟ اقفل خشمك يا بنت، خالتك دي اشرف من الشرف، خالتك دي بنت عمي ومتربيه معاي، ما كانش فيه اللي يمنع جوازنا، وعشق الحلال ما يجيبش العار، مش من عيله غريبه وعدوتنا. يعني ده كل ذنبي اني صدقت ابوي لما قال لي انه هيخلي الناجع كل عيله واحده. هي طولة لسانك وغباوتك وجلع اخوك فيك دول
هم اللي جابوا لك الكافية وجابوا لنا العار. لا يا عمي، أنا شريفة يا عمي، أنا شريفة وعفيفة وذنبي في رقبتكم. وهي البت الشريفة العفيفة تعمل اللي عملتيه برضك؟ ده ما فيش بيت في النجع كله إلا وجايب سيرة فضيحتك، ما فيش حاجة هتمحي العار ده إلا دمك. اقتلوني يا عمي، اقتلوني، اقتلوني وخلصوني. قومي معايا عديلة، قومي دلوق، الصباح رباح والمكتوب مكتوب. قومي عديلة. أمي أمي اسمع يا زرزور، قول لابوي مناع بيقول لك ايه يكتم السن اسمه بأمارة الارض الجديدة، وهات نسمه وقبلني عند محط القطر، انا هاخدها تعيش عندي. قول له محدش هيعرف انها عايشة عندي. الله ان شاء الله يقول قتلها، ما يهمنيش، المهم قبلني عند محط القطر الساعة 7. سلام. ايه التخلف دي؟ وادي حصاوي. ناقص مناع، لفين الهدوم دي؟ انجز. وانت رايح فين اتمنى؟ احنا عندنا شغل في المزرعة كتير. ملك الصالح، اي حد بكرة يسأل عليا في المزرعة قول له لسه ما عودش من البلاد برا. طب دي ومفهومة، بس مش قادر افهم زين، هو انت ابوك عايش ولا ابوك ميت؟ هو ده بس اللي ما قدرش تفهمه. هات الجزمة يا جزمة. أنا كان بدي بس أعرف عشان ما أقع في الغلط. ولما بتسمع كلامي مش هتوقع في الغلط. طب يا حصاوي. نعم يا باشمهندس. إياك تنقل أي كلمة برا، فاهم؟ يمين بالله أقطع رقبتك. حاضر. سلام. سلام. والله من يوم ما اشتغلت معاك وأنا ما فاهم عنك أي حاجة. صعبان عليا يا بوي. نسمة، نسمة يا بوي هيقتلوها بسببي، وانا مش قادر ادافع عنها. يا ولد الكلاب. تبكي تبكي عشان حرمة؟ امال كيف هتبقى كبير العيلة بعد ابوك؟ اصبر عدي، بحبها يا ابوي، ما اقدرش اعيش من غيرها. فز قوم، قوم قدامي. ايه انت حاسس تضحك علينا الخلق والليل؟ ايه لازم يقولوا عليك مش راجل؟ هتموت بسببي، هتموت بسببي يا ابوي. تغور في 60 داهيه. الراجل الصح ما يتعلقش بحرمه، الحرمة هي اللي تتعلق بيه، هي اللي اتعلقت بيا، وانا اللي خليت بيها زي الجبال. ما تقولش جبال، ما فيش كبير عيلة يبقى جبال. امال اللي انا عملته مع نسمة ده
تسميه ايه يا بوي؟ تسميه ايه؟ اقول فرصه وجات لك. فرصه وجات لك عشان تثبت للنجع كله انك راجل. راجل بتاخد اللي انت عايزه من غير ما تتهز. اسمع همامة يا ولدي، الحريم تحب الراجل اللي قلبه ميت وتترمي تحت رجليه. بعد نسمة انا زهدت الحريم كلهم. وكيف ناوي تدخل على عروستك الاسبوع الجاي بنت عمك سعدون؟ ولا ناوي تقصر رقابينا وتفضحنا قدام الكل؟ انا شرطت ما تحددوش معاد الدخلة الا ما تطمن على نسمة. الدخلة حتتم في معادها. واسمع همام، قسما بالله العظيم اما دخلت على مرتك كيف في السبع لقتلك قبل ما تشيل من العار. ما تقلقش يا بوي، ما تقلقش، عيلة حسان هيقوموا بالواجب. مش معقول يقتلوا نسمة ويفوتوني. يعملوا اللي يعملوه، يورونا هيعملوا ايه وانا نفيهم من الدنيا. راجل راجل. اسمع يا همام يا ولدي، انت بقيت كبير، فوتك من الجلع ده. انا جلعتك كثير، انا عارف. صدقني صدقني يا ولد ابوي، هو ده الوقت المناسب علشان ما يبقاش في غيرنا في النجع. كانك تمخولت يا سناري ولا ايه؟ انا عقلي وزن بلد كبير، واللي بقول لك عليه ده لو حصل العيلتين هيخلصوا على بعض، واللي هيعيش منهم هيبقى ضعيف، او ساعتها هيجوا يشتغلوا خدامين تحت رجلينا، وما يبقاش في النجع كله غير عيله واحده بس، هي عيله عبادي. ايوه بس عيله حسان عارفه ان احنا مع بنداري وهيضربوا فينا احنا التنين. سيب الحكايه دي علي انا، وهملنا ولع النار بس وقت الهمام. حياجوا البندريه ويطلبوا منك تقف معاهم ضد حسان، تقول لا ده طار شرف وملناش دخل بيه. اقوم انا اعرف حسان ان احنا ملناش دعوه بحد، ويدوروا الطحن في بعض او نخلص. ها قلت ايه يا كبير؟ اكتب يا بت، اكتب، اقفلي خشمك خالص. احب على قدك يا عمي، احب على قدك، ما تقتلنيش. سيبني اعيش واعيش قدام ما تحت رجليكم كله غير العمر كله والله العظيم. سيبني. اكتب يا بت، هيك اسمع لك صوت، اكتب. يعني هتقتلني دلوقتي يا عمي؟ لا مش هزفر البيت بدمك. سيبني. البس ايدي. اوعاك يبان لك ضافر. يلا معاي. قوم يا بت. حاضر. والبس ايدي، البس ايدي. حاضر حاضر. عطشانة يا عمي، لكن اشوف ظهر الحطب. اقعدي تسممي، تمشي جنبي ساكتة، كفاية عليك كده. يلا قدامي يا بت، قدامي. خلاص خلاص يا ناجي، ساعتها جت وما عايزش اتاخر. سامحني، حب على قلبك تسامحني. انا خايفه عليك، خايفه عليك من عذاب ربنا. هتقول قتلتني ليه؟ انا شايفه عفيف والله العظيم، شريفة وعفيفة. هتقتلني عشان تسكت الناس يا بوي؟ خدها من قدامي، ما عايز حد يشوفكم، كفاية فضايح. أحب على يدك، أحب على يدك يا بوي. خدني خدني أشوف أمي وأخواتي. غوري غوري من قدامي، ربنا يسامحك. غوري ترتاحي، قومي معاي. طيب
برحمتك يا رب، ارحمني برحمتك. دي اخرة رميتنا على واحد لا نعرف له اصل ولا فصل. بالراحة شوية يا علية، يمكن لا قدر الله جراله حاجة، وبعدين الراجل لحد دلوقت ما شفناش منه حاجة وحشة. طب وقهرة بنتنا دي نعمل فيها ايه؟ استر يا رب. هم يا بت. حاضر يا عمي. ما فصل سايبة قلبي يوقف. مش قادرة. شد نفسك، هانت. كل هذا دقيقتين وهترتاح. قوم يا بت قومي. حاضر. نامي. تعالي تعالي. دامي دامي يا خاطي، دامي. معايا الصهاج. انت مش هتقتلني. يقتل النسمه اللي بيتنفسها. لازمه. خبر ايه يا ولد اخوي؟ احنا مش اتفقنا نتقابل هناك في المركز؟
لقيت نفسي قريب قلت اوفر عليكم المشوار. طيب اختك معاك خد بالك منها زين. وانت بت ايوه خد بالك من نفسك. يلا يا دكتور مع السلامة يا ست نسمة. خلقاتك جبتها جوا في العربية. مع السلامة. مع السلامة. يلا ربنا يخليك لي يا اخوي. خلاص يا بنت هم ومزاح هتقلبيها مناحة. خلاص اقول لك ايه يا نسمة، ادك تركبي ورا وتدس راسك في الكنبة الورانية مع عيسى حد يشوفك من اهل النجع يقولوا ايه الراجل هرب بنته. لا انا هكور نفسي ورا. طيب حسبي تضيع مدهوجي وتفتصي. يلا اركب يا ست المرحومة. عندك تلاجة صغيرة ورا فيها عصير وكل حاجة، واما نوصل هبقى اجيب لك فطار كمان يا ستي. الشهر برا وبعيد. حد يسافر بالطريق يا اخوي؟ انها ربنا يكرمه قابلنا بعربيته اول الطريق. ونسمع عامله ايه؟ فرحت لما لقيته؟ كان بده طمن قلبها طول ما هي ماشيه مرعوبه جنبي طول الطريق، لكن سبتها على عماها وما فهمتهاش. خفت الناس تشوفها ماشيه جنبي مطمنه يحسوا باي حاجه ويبوظ ترتيبنا. لكن اول ما شافت اخوها ترمت في صدره وقعدت تبكي. طبطبت عليها وهديت سرها ووصيت عليها وجبت زرزور وعودنا من وسط النجع وانا شايل سكينه في يدك. وانا خدت منها الحبره عشان الناس تصدق انها اتقتلت. ها طمنتي؟ يلا روح هاتي لي الشاي والفايس عشان افطر. يلا حاضر. الحمد لله الحمد لله. من هنا والشفا يا مناع بيه. شاكرين يا جابر. بقول لك وبقيت لنا كان 60 سفن عناية. يلا يا نسمة عايزك تاكلي وما تنكسفيش خالص. بصراحة دي يا أخوي أنا مستغربة أحوالك. شكلك كده مش مناع أخوي اللي أنا بشوفه في البلد. شكلك كده عامل زي الممثلين اللي بيطلعوا في التلفزيون. إلا قول لي أنت بتغير خلقاتك فين دي كل مرة؟ شوف يا نسمة مناع للسوهاج غير مناع اللي تعرفيه خالص. مناع للسوهاج عنده مزارع ومواشي وحاجات تانية كتير ضروري هتعرفيها. بس بقول لك اوعى حد يعرف حاجة من اللي بيننا معيش سوي هم يزعلوا. تقصد ايه يا اخوي؟ يعني كل اللي يعرفوني هناك يعرفوا انه مقطوع من شجرة. لا هي ابو ولا ام ولا عيلة اصلا. ولا اخت يا مناع؟ ولا اخت. الكل يعرف ان عيلتي راحت في الطار لان انا الوحيد اللي ليا اثبات عند الحكومه. كيف تتنكر من اهلك وناسك يا مناع؟ انا كنت بقول الحقيقه زمان وانا صغير في المدرسه بس عمري ما لقيت حد يصدقني. بس لما كبرنا بقينا نشتغل في الهباب المخدرات قلت خلاص نقفل على سيره النجع من باب ما عايز حد يعرف عنه حاجه. وهتقول لهم عني ايه؟ خدامتك؟ انا بس نفسي اعرف بتجيب النكد ده كله منين؟ ده انت بتصطاد النكد زي الصياد اللي بيصطاد سمكه صغيره في محيط. لا ما شاء الله موهبه. واضي حصاوي مالك متنح ليه؟ لين اسم اختي؟ اختي في الرضاعة. اختي في ايه؟ الرضاعة. اختي في ايه؟ الرضاعة. شاطر. وابوها هو اللي مربيني. ايوه 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 دي ما تكونش بنت عم الحاج عبد الموجود اللي ساكن في مركز البلينة. عليك نور.
حصاوي بنخوف بالبقر عندي في المطر. شوف يا حصاوي، هي تقعد عندي هنا على طول، وانت هتيجي وتعاود معاي. على الاقل ارتاح شويه من الغسيل ومن الطبيخ، مش كل دقيقه اطبخ يا حصاوي اطبخ يا حصاوي. لما حصاوي قرب يشيل حل الطبيخ اقول لك بياكل جنبك بالشقه. لك حل الطبيخ في راسك كاني كنت باكل من يدك يا بو. تعالي يا نسمه. ايوه. هوريكي اوضتك اللي على اليمين دي، اوضتك هتحط فيها خلقاتك من دلوقتي، وهترتب الدولاب. وادي هدوم جديده ها. طب كنت عايز اسالك سؤال يا مناع، انت بيجي لك ضيوف هنا؟ نحن نسوان حد الله ما بيننا وبينهم، انت اول ضيف عم تدخل عندينا هنا. انا من يوم ما سيدي مناع اشتغلت معاه وهو عم يصطبح بوشي وعم يتمسى بوشي. يا حرق ابو وشك كاني بصطبح بننش عجرم يا خي. روح اسبقني على المزرعه. حاضر. معلش انت هتقعد لوحدك كتير لاني عندي شغل كتير، بس عندك التلفزيون ابقي تسلي وياه. ما تعولش هم يا اخوي، انا هدبر حالي. ورينا هتدبري حالك ازاي. الثلاجة عندك فيها كل ما يلزمك. انا لازم اروح المزرعة. طيب. عايز اوريك حاجة قبل ما امشي. تعالي على المطبخ. حاضر. ادخل يا نسمة. ما تهم يا بنت. ودي الحاجة الوحيدة اللي مش عندنا. ده بوتجاز. بيشتغل بالغاز. يعني كده يولع. وكده ينطفي. يا سلام يا اخوي، عارفه بشوفه في التلفزيون ابو عيون زرقاء. ايوه بس عمرك ما استعملتيه قبل سابك، وده خطر قوي. لو استعملتيه غلط يحرقنا ويحرق اللي جابونا. هتخوفني ليه؟ اهو كده يولع وكده ايه ينطفي. شاطر. يعني مش بالنفخ كده. انا اطمنت عليكي. حلو قوي، لا باب ولا سمار. وده الميكروويف. ايه؟ ودي الثلاجه تعرفيها طبعا. واه يا مناع. هنا اللحمة والفروج. وفي الضلفة الكبيرة دي البيض وحاجات تانية غريبة كتير. ابقى دوري عليها بنفسك. حقك علي يا أخوي، أخربت لك حياتك يا بت. ده انت تنوريني وتشرفيني وتعمري بيتي. أنا مضطر أمشي عندي شغل. مع السلامة. الحمد لله يا رب، الحمد لله. كنت هبقى تحت التراب، لكن فجأة لقيت نفسي في الجنة. ربنا يسعدك ويحميك يا ولد ابوي. بصي شوفي الشيك ده. ماله؟ متهيألي سليم. أرجع لك عليه؟ أنا رجعته سليم ولسه ممضي النهارده، بس تعرفي باسم مين؟ باسم مناع حسان. النهارده؟ يعني هو في سوهاج؟ أكيد. أنا حبيت أقول لك يمكن تتحركي. وأنا أتحرك ليه؟ المفروض هو اللي يتحرك. بلاش عبط، أما أروح أشوف العملاء بتوعي، ويا رب أنت كمان تلحقي العميل بتاعك بدل ما ينقل على بنك تاني. ايوه يا فندم.
ايوه سعاده البيه يؤمر سعادتك. عايز توفيق بيه. في معاد بينكم ان شاء الله؟ لا افتح. افتح كيف يا ابوي؟ الكل نايمين لا مؤاخذه. مش عايزين ربط كتير افتح. ما اقدرش يا بيه، انت عايز تخرب بيته ولا ايه؟ طب كلم وقول. برضه ما ينفعش، بقول لك نايمين نايمين، هو انت ما بتسمعش ولا ايه؟ افتح الباب بقول لك وترزع مكانك من غير ما تنطق ولا حرف. لحسن يمين بالله ما حد هيعرف الطلقه دي جايه لك منين. حاضر حاضر يا بيه حاضر. تفضل يا بيه تفضل. اللي جابه اللي جابك. خافش عشان اسال الجو خير ان شاء الله. ليه الجنان ده؟ اسمي مناح حسان الحويطي، اصلي وفصلي ما يهمش حد، لكن ما يعرنيش واديني بطولي قدامك اهو. عملت نفسي بنفسي، علمتها الأصول والأخلاق والدين. فلوسي ما فيش فيها مليم كسبته بالحرام ولا بالغدر. مانيش خاين ولا خوان، أعرف قيمة الشرف وأقدر الناس الطيبين. قبلني تقبلوني زي ما أنا، نعمل مع بعض عيلة جديدة، نبني مستقبل أحسن من اللي فات. نفسي عيالي يعيشوا في دنيا غير الدنيا، دنيا منورة ما فيهاش غش ولا ظلم ولا وحوش تتسلى بلحم الغلابة. عايزيني أهلا وسهلا، رافضيني محدش فيكم هيشوفني ولا يسمعني بعد النهاردة. شفت الجنان؟ ايه ماما؟ ايه؟ مش سامع الغرة بتاعته؟ انا مش فاهمة ايه الجنان ده؟ مش صابر للصبح؟ هو تحت؟ انت كل ده مش حاسة؟ انا بجد مشوفتش لسه كده، ده جنان رسمي. يلا يا سيدي ما تزعلش. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ غلبت اهل البامبر يا بنت. شكلي زين صح؟ وهبقى احلى لو شلت السواد من فوق راسك. فكي فكي احنا في بيتنا. ما انا حاولت اعمل كده بس بصراحه انكسفت من روح. لقيتك كنت زي القمر. واه بتتكسفي يا بنت؟ قولي لي ايه عملت ايه في يومك؟ زهقتي؟ بصراحه زهقت بعد ما خلصت شغل البيت.
بس عملت كيف ما انت قلت لي، قعدت في البلكونة اتفرج على العربيات الرايحة والجاية لحد ما الوقت عد. عموما انا لقيت حل. ايه؟ كلمت الواد حصاوي يجيب اخته مهرة تقعد معاكي تاخد حسك وتساعدك في اعمال البيت. الا قولي يا اخوي، ايه الاسامي اللي انت معاشرها دي؟ مهرة وحصاوي، انت قاعد في اسطبل ولا ايه؟ معرفش ايه اللي جه في دماغ ابوه وهو بيسميهم، كان الاسامي كانت بفلوس. بقول لك ايه يا نسمة؟ ايه؟ اوعى تفضفض باي كلام عن النجع وناس والحد، مش عايز مشاكل. انت بتتنكر لاصلنا اللي عملناه؟ هو احنا عندنا كف الله شر حاجه تعرنا؟ لا، انا بس عايز المرحله دي تعدي على خير، عشان الحكومه لما تدخل النجع تتفاجئ بينا، تلاقينا ساعدنا نفسنا بنفسنا، عمرنا النجع ودخلنا ميه وكهرباء، ساعتها هنقدر نعيش في النور. واحنا هنعوز من الحكومه ايه؟ ما ابويا قال خلاص مش هنزرع مخدرات تاني، يبقى الحكومه ملهاش حاجه عندنا. عيله البندريه وعيله عبادي متمسكين بزراعه الحشيش، والحكومه مش هتفرق بيننا وبينهم في حربها على المخدرات. لكن لما البندريه جربوا مره ومرتين وثلاثه ويفشلوا في زراعه الحشيش هيزهقوا، وقتها الحكومه هتعترف بينا ويشوفوا لنا حد كبير مننا كلمته مسموعه ومتصدقه ويعينوا عمده، وكل اهل النجع يطلع لهم بطايق وشهادات ميلاد. حلم كبير يا نسمه، بس عاوز صبر. ربنا معاك يا حبيبي يا توفيق بيه. المعلومات اللي جمعناها عن السيد مناع حسان كلها بتؤكد انه من عيله غنيه، بس للاسف ما لهمش اي ذكر او اثبات في الاوراق الحكوميه. ايه؟ عيله وهميه ولا ايه؟ لا حبيبي، اسرتهم موجوده في مركز اسمه في مطعنه العرب زي ما قال بالظبط. بس للاسف عندنا في مصر في ناس بيتولدوا ويعيشوا ويموتوا من غير ما يكون ليهم اي اثبات شخصيه. عارف، زي موضوع حلايب وشلاتين على حدود مصر والسودان، اهلها مصريين لكن لحد دلوقت ما لهمش اي اثبات انهم مصريين. عارف التوفيق بيه، عدم احتكاك الناس بالمدنيه والقانون بيخليهم ما يفكروش انهم يثبتوا انهم موجودين، والظاهر ان الباشمهندس مناع من عيله زي دي، صدفه واحده هي اللي خلته يتولد في جنة، اهله خافوا عليه من الطار فيهربوه لغايه ما يجي عندنا هنا في سوهاج. لا، لو عليه طار قول لي، انا ارفضه نهائي. اتوفيق بيه، اداره التحريات داخل عشان تعرف هو مين رغم توافر كل المعلومات اللي عندنا، وبالمنطق اللي مطاردينه صعب ان هم يوصلوا له، واضح كمان ان اهله عارفين يحموه كويس ويامنوا مستقبله.